السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي الطلاب؟ أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سندرس معا قصة الحطاب والشجرة المنتصرة. خطوات درس اليوم: مناقشة سؤال التهيئة، ثم الاستماع إلى القصة والتوقف لقراءتها مرة أخرى، مناقشة معاني المفردات الجديدة، مناقشة الفقرة من خلال السؤال والإجابة، القيام بنشاط تطبيقي على الفقرة، وأخيراً التقييم الختامي. ما أهمية الأشجار بالنسبة لنا؟ فكر. حدد 3 فوائد للأشجار. نعم، أحسنتم، الأشجار تعطينا الثمار، أي الفواكه والخضروات التي نأكلها. 2، الأشجار تعطينا الخشب الذي نصنع منه الأثاث. الأشجار تنقي الهواء وتعطينا الأكسجين. الأهداف: أن يحلل المتعلم القصة من حيث عناصرها الفنية، أن يستنتج المتعلم المغزى من القصة. والآن هيا بنا نستمع ونقرأ القصة. عزيزي الطالب، بعد الاستماع إلى القصة قالت الشجرة: اذهبوا عني، ألا تعرفون أني أصفي الهواء من الغبار، وأحمي الطيور من برد الشتاء وحر الصيف؟ ألا تعرفون أني أعطي الهواء النقي لجميع الكائنات الحية، وأمسك التربة بعروقي كي أمنعها من الانجراف، وأعطيكم فواكه شهية ونسائم وظلالا عليلة؟ رد كبير الحطابين بسخرية واستهزاء وقال: نريد أن نقطع خشبك حتى نصنع منه أثاثا ونستدفئ بالباقي في الشتاء. حزنت الشجرة وعزمت على أمر.
والآن أجب عن الأسئلة التالية: ماذا فعلت الشجرة الطيبة ذات صباح؟ ماذا فعلت الشجرة الطيبة؟ لماذا طارت الطيور والعصافير؟ لماذا طارت الطيور والعصافير؟ لماذا جاء الحطابون إلى الشجرة؟ لماذا؟ والآن هيا بنا نستخرج عناصر القصة: الشخصيات، الشجرة، الطيور، كبير الحطابين الذي تحدث مع الشجرة، والحطابون الذين جاءوا ليقطعوا الشجرة. الزمان في القصة: ذات صباح في الصباح وفي المساء. والمكان: الغابة. المشكلة: الحطابون جاءوا من الغابة ليقطعوا الشجرة ويصنعوا منها أثاثاً. الحل: في المساء جاءت الطيور وضربت الحطابين بمنقارها حتى هرب الحطابون. هرب فر الحطابون وتركوا فؤوسهم. والآن ماذا تعلمنا من القصة؟ أو ما الدروس المستفادة من القصة؟ فكر يا صف ثالث. أن نحمد الله ونشكر فضله كما تفعل الشجرة الطيبة في كل صباح. تعلمنا أيضاً فوائد الأشجار المتعددة كما حكت الشجرة للحطابين: أن أساعد أصدقائي كما ساعدت الطيور الشجرة، ولا أسخر من أي مخلوق. والآن افتح الرابط المرفق وأجب عن الأسئلة الموجودة. لاحظ عزيزي الطالب، في حالة الحصول على أقل من 80%، أعد المحاولة مرة أخرى. ولا تنسوا يا أحبائي أن تفتحوا موقع عصافير وتقرأوا من القصص المحددة لكم. شكراً لكم جميعاً لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في حصة قادمة من دروس اللغة العربية. شكراً لكم، مع السلامة.